انا بدرجه كبيره مع هذه الاطروحه بصراحه. بصراحه انا ماشي نكرو، حنا خدمنا في الجزائر وهذا، ولكن انا اللي قسم لي بلادي ما كنعترفش به انا نهائيا. انا من نجيك بصراحه انا بلال صاحبي ياك، انا ما بغيتش يدوز لما قال الصحراء المغربيه من طنجه للقويره يدوز. انا من الناس اللي الا ما قالش واحد الصحراء المغربيه انا نكون خدام انا في لاصين ننزلو وخا نطيح انا وياه فوق لاصين، لان احنا الوطن ديالنا كيخلى سيدنا. بغيتو تستثمروا، بغيتو تكونوا معانا، اول ما كاينش الضبابيه اول حاجه هي الصحراء المغربيه. جيو استثمروا، جيو طلعوا معنا لاصين، جيو نشاركوا هذه الاخوه، هذه خوا تقسموا لنا بلادنا، وانتم ما تعرفوا بالكابرانات والعسكر اللي كيسيروكم. حنا راه عندنا الدبلوماسيه الموازيه ديالنا، حنا كفنانين عندنا حنا النيف، ما حنا ما غاد تعترفوا بالصحراء تخدموا معنا، ما تعترفوش الله يعاوننا ويعاونكم. واخا تكونوا صحابي، واخا تكون انا ما كنعرف صاحبي هو اللي كيعترف بالصحراء المغربيه، وديما مغرب، وحنا وراء صاحب جلاله نصره الله الصحراء المغربيه وغتبقى مغربيه. كنتي قلتي من طنجه للقويره، جي طلع لاي لاصين تتمنى ان شاء الله طلع فيها، ما تقولش من الصحراء من طنجه للقويره سالينا الفيلم تقاعده، ما عمرك طلعوا من لاصين، ما حدنا حنا باقي حيين. ما تنساش تشترك في القناه وتفعل الجرس باش يوصلك جديد الفيديوهات من هسبريس.